السلام عليكم. الله يسلمك. قدر الاخت ناجيه الله يرحمها كنت تعرفها انت ولد بلاد. واليوم الله يرحمها سيدنا. وربي يرحمها. وهذه كما قالت الاخر بشير. سيد بشير السلام عليكم. انت واحد من الاسره الثوريه وناجيه كنت. كما هكا في قلبه اللي يقول لنا نخدموه. تفضل سي. هي الى شنقولك كبيره من جراند فامي الله يبارك شان خويا ربي بغاها وداها يا باب مصلي الله يرحمها شكرا.